وهنعود مرة أخرى للأستاذ متى بشير، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وخبر يعني مد حظر تصدير السكر 3 أشهر من قبل وزارة التجارة والصناعة. برحب بحضرتك معنا مهندس متى. اهلا بينا، مساء الخير، ازي حضرتك؟ أهلا يا فندم. في البداية لو تشرح لنا القرار ويعني السياق اللي تم تجديد فيه حظر تصدير السكر ل3 أشهر إضافية. طبعا النهارده وزارة التجارة والصناعة طلعت قرار بحظر تصدير السكر لمدة 3 شهور. نفس القرار كان برضه طلع في مارس السنة دي. ده كل ده عشان خاطر نسد الفجوه اللي هي ادت الى انفلات الاسعار، ان كيلو السكر وصل 55 و60 جنيه. اسباب الارتفاع اصلا يا فندم؟ اسباب الارتفاع تنحصر في نوعا ما في بعض التجار كانت بتتلاعب بالكميات. في بعض التجار للاسف، يعني انا ما بحبش التمس كلمه تجاسع التجار، لكن للاسف دي حقيقه، في تجار كانت بتخزن، وده شفناه من ضمن المحاضر والرقابه على الاسواق في الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا. وفي نفس الوقت الحكومه بتعمل اللي عليها، وفي موضوع التوفير، وزي ما معالي وزير التموين كان قال ان هو بدايه من يوم 15 او من نص شهر 12 عالي السعر هينزل، هيبقى 27 جنيه للكيلو. في نفس الوقت يا استاذه دينا، التموين حطوا كيسين سكر على التموين. كل الكلام ده ادى الى نزول السعر من 55 و50 النهارده 38 و40 جنيه. لكن انا بقول لحضرتك ده مش السعر الفير، ده مش السعر العادي، السعر العادي لازم يوصل 25 27 جنيه. ده اللي الحكومه هتوفره. زائد كمان اقول لحضرتك على حاجه، موسم البنجر هيجي داخل عليه في شهر واحد، فبالتالي انت هيكون عندك وفره في المحصول. السكر سلعه اساسيه بتهم طبعا كل البيوت، ومن السلع الاساسيه بمعنى الكلمه. طبعا. احنا طب مش هينفع ان مهندس احنا متى، حضرتك قلت ان سعره الان بيتراوح من 38 ل 40، وان ده مش هو السعر العادل او الحقيقي للسكر، المفروض ان السعر احنا المطلوب. يوصل ل 25 27. امتى يتوقع انه يوصل للسعر الطبيعي او العادل ليه؟ انا بقول لحضرتك في القريب جدا جدا جدا، لو ما كانش في خلال اسبوع 10 ايام الجايين ان شاء الله. اتجاهات الحكومه كلها توفير السكر بكل طريقه، قرار وزاره التجاره والصناعه اللي اتخذه معالي وزير التجاره النهارده، ده يدينا كلنا ثقه ان الحكومه بتحاول تعمل كل المجهودات ان توفر السكر بسعر مناسب وبسعر غير مطروح، ان هو يوصل للارقام الخياليه اللي وصلت. حضرتك مش متخيله يعني 50 و60 جنيه في كيلو السكر، ده طبعا كتير جدا، طبعا كتير، يعني كتير على ميزانيه اكتر، وحضرتك شايفه ان الدنيا متوتره اقتصاديا جامد، فمش هينفع ان هو كيلو السكر يوصل 60 وهي جنيه سلعه فاحنا لازم اساسيه لا قوه يمكن الدخل الاستغناء عنها في اي اساسيه شريحه جدا. من الشرائح، خاصه كمان فكره مش تمام بس هو كان مرتفع، هو كمان ما كانش متوفر بسبب يعني بالظبط كده يا فندم. تلاعب الكميات والاسعار اللي حضرتك ذكرته من قبل التجار. طيب في نفس السياق كان في يعني قرار انه تم الموافقه على اجراء جديد من مجلس الوزراء بتسعير السلع من المصانع وطباعه السعر عليها لكل سلعة من المصنع، طبعا ده تجنبا للتلاعب بالأسعار أو جشع التجار كما حضرتك ذكرته. تفاصيل هذا الإجراء وممكن إمتى يتم تطبيقه بشكل رسمي؟ بص حضرتك، وجود التسعيرة زي ما قال معالي رئيس الوزراء على المنتجات، ده يدينا برضو ان احنا ما ندفعش اكتر من المكتوب على التسعير. ده عيبه ان هو ممكن ما يسيبش الدنيا فيها سوق حر. يعني ايه سوق حر؟ يعني حضرتك تنزلي تلاقي ان في فرايتي كبيره جدا في الاسعار، لكن دلوقتي انت نازله هتلاقي مثلا الايتم ده في الحته الفلانيه بالسعر ده ثابت، مش هتلاقي فيه تغيير، ده بيأثر على السوق الحر. نفس الوقت احنا لازم احنا برضو كمستهلكين ما نديش فرصه للتجار ضعيفه النفوس ان هي تبيع وتشتري فينا. فما طب هل ندهمش. ده من شأنه ان هو يقلل الحلقات الوسيطه ما بين المنتج والمستهلك؟ ده حضرتك هيزود ان ما يبقاش في تلاعب في الاسواق. وانا بقول لحضرتك لو احنا لعبنا على سياستنا، واللي احنا لعبنا على اشتغلنا على نفسنا وبطلنا يكون عندنا سياسه التخزين، انا بقول لحضرتك مش هتلاقي الاسعار متفاوته كده. للعلم ان الاحتياطي بتاع المخزون ما زال في الليمت الان، احنا ما نقلقش.
أنا بشكرك مهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.